السلام عليكم بنوتي علي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، اليوم ان شاء الله جبت لكم كندير دولسي. جربته وجاني كيف ما كيتباع في المحلات، وقلت نشاركه معكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. بدو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو في المقادير، غادي نحتاجو 3 بيضات متوسطه الحجم، وغادي نفرقو اصفر البيض على بياض البيض. بياض البيض غادي نعملو في الطراب الكهربائي اولا اليدوي، وغادي نضيفلو رشه من الملح، وغادي نطربو مزيان تغيولي لي مثل الثلج. بالنسبه للبيض ضروري يكون بحراره المطبخ، ما يكونش في الثلاجه، ولا كان عندنا في الثلاجه نجبدوه من قبل ملي نبغيو نحضرو هذا الكيك. هنا بالنسبه لصفار البيض غادي نضيف له كاس ديال حياتي اولا كاس العنبه من السكر حبيبات، وغادي نضربو مزيان غير بالطرب اليدوي. تقدروا تستعملوا اله الطرب الكهربائي عفوا، انا نضربو غير بيدي حتى غيولي لي اللون ديالو ابيض. غادي نضيف جوج ساشيات من سكر فانيلا 7 غرام ونصف المجموع 15 غرام، وغادي نضيف كاس من الحليب ونصف كاس عفوا من مايزينا او النشا. ملعقتين كبيرتين من كاكاو المر، وكأس مملوء من الدقيق الأبيض، وواحد ساشية من خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام. ما ضربت الخليط ديالي مزيان تندمجوا لي العناصر مع بعضهم. هنا غادي نضيف بياض البيض، وغادي نحرك تدريجيا باش نخلي ديك الفقاعات ديالو نحافظ عليهم باش هما اللي غينجحوا لي هذا الكيك. هنا بعد ما خلطت الخليط ديالي كله مع بعضه غير بشويه، غادي نجيب واحد الانيه تكون طويله ولا تكون مدوره كيف ما بغيتوا تعملوا له الشكل ديالو، وغادي نعمل ورق الزبده، وغادي ندخلو الفران على نار مهيله غير من التحت، وفران بارد يكون حتى يوجد لي الكيك ديالي ويطلع وكيجي ناجح وفازق وكيجي غزال. بالنسبه للطريقه ديال التقطاع، غادي نفلح بالموس شويه من الجوانب، وغادي نجيب واحد الخيط يكون قاصح وغادي ندوزو في الوسط باش هكذا كيتقطع لي الكيك ديالي متوازي، وفي نفس الوقت كتكون عمليه سهله.
كي ندير الدوسي ديالكم يجي يكون فيسك بزاف بزاف. تقدروا تضيفوا شويه د الحليبه اذا تفزقوه كطريقه بغيت نعطيها لكم باش يجيكم فازك كثار. ما هو الكيك كيجي فازك ما كيجيش ناشف حيتاش فيه القليل جدا من الدقيق وشويه ديال المايزينا. بالنسبه للكريمه اللي غادي نعمروا بها الكيك ديالنا غادي نحتاجوا كاس ونصف من الحليب وغادي نحتاجوا كيسين من سكر فانيلا كيف ما قلت لكم كيس اللي كنهضر عليه ديال 7 غرام وغادي نحتاجوا ملعقه كبيره مملوءه من كريم باتيسير بودره وغادي نحتاجوا 150 غرام من الشوكولا البيضاء. ملعقتين كبيرتين من السكر حسب الرغبة أو حسب الذوق وغادي نعملوهم فوق البوطة حتى كيشبع راسو الخليط ديالنا. ديك الساعة كنضيفو له ملعقة كبيرة مملوءة من الجبن ريكوتا يعني أي نوع بغيتو سواء كان نوعية ديالنا ديال المغرب ديك المعروفة أو أي نوع آخر بغيتو. كتحركو مزيان مزيان وكتنعمرو بها الكيك ديالنا. لان كنخليوها هي برد شويه باش يشبع راسو عاد كنضيفو الاسفل ديال الكيك اللي كان عندنا اسفل في الفرن هو اللي كنضيفوه من الفوق باش كيجينا مقاد. بعد ما كنحيدو الفائض ديال الكريمه بعد ما كتشبع الراسه كنقسمو هيدا جوج صغيورين او لا بغيتو تقسمو الكيك كله صغيورين بحال اللي كيتباعو. وهنايا انا بغيت نشارك معكم واحدة كبيره وجويجات صغيورين. غادي نعملو الشوكولا السوداء بعد ما ذوبتها من الفوق باش هكذا يعطي لنا المذاق وفي نفس الوقت المنظر ديال كي ندير دولسي. وكنغطي كله كنخليه يقطر. الكيك ديالنا وجد ديال كندير دولسي كيجي مذاق رائع وكيجي فيه نفس المذاق. كان عندي شويه ديال الشك ما كنتش غادي نشاركو معكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تشجعوني بالضغط على زر اشتراك اللي كان غايشوف القناه اول مره. وبالنسبه للي عجبو الفيديو يضغط على زر اعجبني باش هكذا كتشجعوني ان شاء الله كنبحث وكنجرب وكنجرب وكنعطيكم دائما الجديد بطريقه مختلفه بطريقه تصوير مختلفه اذا باش يجيكم فيديو ممتع وفي نفس الوقت مفيد. اذا كانوا عندكم اي اسئله ولا اقتراحات ما تنساوش تخليوهم لي في التعاليق. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ويلقاكم في احسن الاحوال. كنقول لكم بسلام عليكم فيديو قادم ان شاء الله.